قناة جنة تي في تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أمر الله عز وجل بالمسارعة إلى فعل الخيرات وإلى جنة عرضها السماوات والأرض، وهذا يدل على سعة رحمة الله عز وجل وعلى سعة جنته، فإن عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، والمتقون هم الذين يفعلون الطاعة ويتركون المعصية ويفعلون ما يكون سببا لوقايتهم من النار. ومن صفات المتقين هو ما ذكر في هذه الآية الكريمة: والذين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من صفاتهم الذين ينفقون في السراء والضراء، فهم لا ينقطعون عن النفقة في حال يسرهم وفي حال عسرهم، لأن النفقة وبذل المال في وجوه الخير نفعه متعدي، ولذلك هم ينفقون في السراء والضراء. إن أيسروا أنفقوا وإن عسروا أنفقوا على حسب حالهم وقدرتهم. والذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، أي يكظمون الغيظ ولا يؤدي بهم الغضب إلى فعل ما لا يجوز فعله في الشرع، فإن الغضب يجمع الشر كله. ولذا لما أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أوصني يا رسول الله، قال: لا تغضب. قال: أوصني يا رسول الله، قال: لا تغضب. قال: أوصني يا رسول الله، قال: لا تغضب. فمن صفاتهم أنهم يكظمون الغيظ، ومن صفاتهم والعافين عن الناس، أن من صفاتهم العفو عن الناس، فيعفون عن الناس فيرحمهم الله، لأن الراحمين يرحمهم الرحمن. فلم يكتفوا بكظم الغيظ لما أصابهم، بل يعفون عمن ظلمهم وعمن أساء إليهم، وهذه صفة حميدة محمودة. وكذلك من صفاتهم أنهم يحسنون حتى إلى من أساء إليهم، وهذه من أعظم الصفات التي يحبها الله عز وجل، ولذا قال الله سبحانه: والله يحب المحسنين. ذكر من صفاتهم: وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. إذا أذنبوا وفعلوا ذنبا كبيرا فإنهم ذكروا الله، وأن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، وأنه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء النهار، فيلجؤون إلى الله عز وجل لما يعلمون من أنه يغفر الذنوب جميعا، وأنه لا ينبغي لأحد أن يقنط من رحمة الله عز وجل، بل يلجأ إلى الله ويستغفر الله ويستمر على طاعة الله عز وجل، فإن ذلك فيه الخير وفيه السعادة في الدنيا والآخرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.